السلام عليكم ومبروك عواشركم. اليوم غادي نحضر معكم صابلي اللي بعجينة وحدة، غادي نخرج هذا البلاطو كامل. نبداو على بركة الله. غادي نحتاج 250 غرام من زبدة مارغرين، هذه هي الزبدة اللي انا كنستعمل. غادي نحتاج نص كاس من الزيت ما كيعادل 120 مليلتر، جوج بيضات، غادي نحتاج 200 غرام من سكر سنيده، هنحتاج هنا معلقه من النشا، معلقه كبيره من النشا، وجوج معلقات من بودره ديال اللوز وهي اختياريه، واحد رشه الملح، خماره الحلوه ما غاديش نحتاجها كامله، غادي نحتاج النص ديالها اي 4 غرام، والنكهه غادي نحتاج الزا، والفورس عندي من بين 700 حتى 800 غرام على حسب البيض، على حسب الزبده شحال غادي تشرب ديال الفورص. نبداو على بركه الله. غادي نخدم الزبده ديالي بحال هكا بايدي، نضيف ليها سكر سنيده ونحاول نمزجهم مع بعضياتهم مزيان، نبقى نخدم حتى تذوب ليا الزبده، تنحس بها في الايد ديالي عاد العجينه لينه بحال هكا، نبقى ندلك فيها بحال هكا. من بعد غادي نضيف الزيت 120 مليلتر، المقادير غادي نخليها لكم مضبوطه في صندوق الوصف. ضفت الزا او لا سكر فاني، وغادي نضيف جوج بيضات كاملين وغادي ندخلهم مع بعضياتهم مزيان. غادي نضيف واحد رشه ديال الملح، غير رشه قليله، بعد ما تمزجو مزيان غادي نضيف معلقه كبيره من النشا وجوج معلقات من بودره ديال اللوز، غادي نضيف هنايا نص خماره ديال الحلوه ما كيعادل 4 الغرامات. غادي نبدا ندخل بالتدريج الفورص ديالي حتى تنحصل على عجينه متماسكه. هذا هو القوام اللي انا محتاجه. دابا قسمت العجينه ديالي ودرتها بين جوج بلاستيكات وسرحتها بحال هكايا بالمدلك. هاد القضيه هادي كتساعد صابلي بزاف باش كيدلك وما كيبقاش يتكسر ويلصق. خديت هاد المرشوم وغادي نطبع بيه بحال هكايا دوائر. هادو بعض الموديلات ديال صابلي، اما صابلي راه ما كيتحطش الموديلات ديالو، يعني على حسب المراشم اللي عندكم. هنا خديت الورده صغيره وغادي نقطع بها بحال هكا، وهاد الورده اللي غادي نقطع ما غاديش نعاود نعجنها، غادي نستفها حتى هي في اللاطه وغادي ندخلها للفرن، غادي نخليها للزينه في الاخير. صفت كل شيء وخليته على جنب. بنفس الطريقه سرحت العجينه ديالي. دابا غادي نرشم رشمه ديال الفراشه، كيجي شكلها على هذا الشكل، شكل الفراشه. غادي نستفها في اللاطه ونكمل العجينه ديالي. سرحت عجينه اخرى وغادي نطبعها بشكل ورده على هذا الشكل، وغادي نستفها حتى هي في اللاطه. كيجي شكلها هكايا. دابا سرحت العجينه ثاني من جديد وكنطبع فيها هكايا دوائر، وكل دائره كنقسمها هكايا كتعطيني هذا الشكل وشكل ديال الهلال. كنستمر على هذه الطريقه،
كل دائرة كنقسمها ماشي النص كسر من النص باش كتعطينا هاد جوج شكيلات حتى نكمل العجينة ديالي كامل. دابا غديت الملون الغذائي الأخضر وغادي نلون به العجينة ديالي. غادي ندلكو بحال هكايا تتعود العجينة ديالي خضراء. من بعد غادي نسرحها بنفس الطريقة بين جوج بلاستيكات على هذا الشكل. وخديت هنا المرشم ديال الورقة وغادي نطبع فيها الورقة كبيرة والورقة صغيرة. نستهم في اللاطة حتى هما. خديت الورقة كبيرة وورقة صغيرة. خديت الكاكاو ودخلته في العجينة على هذا الشكل. غادي نبقى ندخل فيه حتى تعود لي العجينة قهوية. بنفس الطريقة غادي نسرحها في بين بلاستيكات وغادي نسرحها بالمدلك. غادي نطبعها بحال هكايا دوائر وغادي نطبع منها بحال هكايا وريضات صغار. هادوك الوريضات الصغار غادي نخليهم زينة في الاخير وغادي نطبع منها بحال هكايا مربعات او مستطيلات. غادي نستفهم كلهم في اللاطة. كيجي شكل الطريقة. خديت الملون الغذائي الاحمر غادي ندخله في العجينة على هذا الشكل حتى تعود لي العجينة حمراء. بنفس الطريقة غادي نديرها بجوج بلاستيكات وغادي نسرحها بحال هكا بالمدلك. هنا خاص يكون شي شوية رقيق. غادي ناخذ المرشمة الوردة وغادي نرشم هنا وردة صغار. غادي نرشم وردة وغادي ندير وردة على وردة. هادو غير الزينة في الاخير. غادي ناخذ الوردة وغادي نحطها على الاخرى بهذا الشكل مخالف وناخذ بحال هكايا ونضغط عليهم هكايا الوسط باش كتشكل لنا وردة مفتحة. هذا هو الشكل ديالها كيجي هكايا. نستفهم في اللاطة. دابا غادي ناخذ مرشم ديال وردة صغر من وردة. غادي ناخذ هذه الورده الصغيره هذه وغادي نحطها في الورده اللي كبر منها وغادي نضغط عليهم في الوسط بهذا الشكل. هذا نحاول نجمعهم بحال كامل لتحت باش يعطينا ورده مفتحه على هذا الشكل. هنا خديت العجينه البيضاء اللي شاطت لي وغادي نكورها بحال هكايا كور صغار وغادي ندوزها في البيض ديال البيض. ومن بعد غادي ندوزها بالجلجلان. هاد الطريقه غادي نديرها لجميع العجينه اللي شاطت ليا يا حمراء يا خضراء. وغادي نثقبهم بحال هكا من الوسط وغادي نحطهم في اللاطة. من بعد ما غيطيبوا غادي فهاديك الثقيبه غادي ندير الشوكولا. غادي نستمر بنفس الطريقه. ملي غنكمل جميع الحلوه ديالي غادي ندخلها للفرن اللي مسخن على درجه الحراره 180. غادي نخليها غير واحد 10 دقائق هي كيبان لي اللون ديالها ابيض وكنخرجها. لي ديالين بعد ما طاب كيطيب على هذا الشكل كيجي مقرمش كيبقى بحال هكا ابيض. دابا غادي ندوز نزيد. غادي نبدا بيه. غادي ناخذ هذا الصابلي هذا وغادي ناخذ الورقات بحال هكا. غادي نطفهم واحد شويه في البيض ديال البيض وغادي ناخذ واحد الورده حمراء. ملي غادي نكمل لاطا غادي ندخلهم للفرن واحد جوج دقائق غير كيلصقوا عليهم داك البيض مزيان وكنعاود نخرجهم. ثاني شكل غادي ناخذ شي ديال الشوكولات اللي ذوبتو بحال مريم. غادي ناخذ هادو
رشوي ديال الشوكولات غادي نديرو هكا هنا الوسط. ناخذ هاد الشرائح اللي درنا هكا يا طوال ونزيد نعطي واحد اللمسه ندير بحال هكا هي الديكورات. كيجي شكلها على هكا. دابا غادي ناخذ هاد الورده هادي غادي نحط فيها الشكلات هنا الوسط وغادي ناخذ الورده اللي باللون القهوي صغيره وغادي نحطها بحال هكا الوسط كيجي الشكل ديالها هكايا. دابا غادي ناخذ الشكل ديال الهلال غادي ندير فيه بحال هكايا في الطرف الفوقاني غادي ندير شوكولا وغادي ناخذ هاد الوريدات هادو اللي بالقهوي غادي نحطها على هاد الشكل وغناخذ الوريده اللي بالابيض وغادي نحطها بحال هكايا من الفوق عليها كيجي الشكل ديالها بحال هكايا غزال. دابا غادي ناخذ الورقه الكبيره وغادي ناخذ واحد الورده حمراء وغادي ناخذ هذيك البلوطه البيضاء غادي ناخذ البلوطه البيضاء بحال هكايا غادي ندير فيها شوكولات هكايا في الوسط ديالها غادي ناخذ الورقه غادي نحطها على هذا الشكل وغناخذ الطرف ديال الورقه من التحت غادي نحط عليه شويه ديال الشوكولات. الشوكولات هنا كيكون بحال اللصقه يعني كيلصق وكيعطي واحد الطعم وغادي نحط عليه الورده كتجي الشكل ديالها بحال هكايا. من بعد ما كملت هذوك ديال الورقه خديت هنايا هادو اللي مقطعين بحال هكايا مستطيلين درت فيهم الشوكولات على هذا الشكل وغادي نحط عليهم الفراشه هاك ومن بعد غادي نزوق هذيك الفراشه. هنا شطوا لي هاد الورقات خديت الورقه الصغيره لصقتها بحال هكايا على الورقه الكبيره كتجي بحال هكايا. ديال صابلي ديالنا بعد ما وجد مكونات بساط يعني اي واحد يقدر يحضره وطريقه بسيطه واللي باقي ما نظمش العالم غزلان يضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد. سامي كيتناني غير نسالي باش يطفي الشمع يلا طفيه